نعمل أول وصفة من سيشل اللي هي موز بحليب جوز الهند. المقادير عندنا عيدان قرفة، عايزين عيدان قرفة كتير شوية عشان هي اللي هنرصها في قاع الحلة، وبعد كده عايزين 3 موز مقطعين بالنص طوليا وعرضيا، 3 معلقة كبيرة سكر بني، نص معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 1 معلقة صغيرة جوز الطيب، و 500 مللتر حليب جوز الهند. هناخد عيدان القرفة وهنحطها في قاع الحلة زي كده، لان هي دي هنحط الموز فوقها، احنا مش عايزين الموز يلمس قاع الحلة عشان ده هيقعد كتير على النار، فمش عايزينه يتحرق. ودلوقتي هرص الموز فوق عيدان القرفة، وحرص وحرش بقية المقادير عليهم. هحط السكر البني، جوز الطيب، فانيليا وشوية ملح، وبعدين هحط حليب جوز الهند فوقهم بالشكل ده، ودلوقتي هنحطها على نار. النار هتكون عالية في الأول لحد ما جوز الهند يبتدي يغلي، وبعد كده هنوطي النار ونسيبها على النار حوالي نص ساعة. طبعا مش هنستنى النص ساعة.